إذا مثال المشروع من أين لك هذا؟ قدموا التيار الديمقراطي في نوفمبر 2015 بعد شجحنا السيد غازي الشاويش باش نحكيو في الموضوع. يعني علاش نوعيه هذه من المشاريع نتاع القوانين تقعد في القجرات نتاع المجلس وفين وما تخرجش وما تتخدمش وقت اللي هي تساهم في هالحرب اللي عملتها الدوله في مكافحه الفساد؟ هو كل شيء مربوط ببعضه، لانه هل هناك نيه فعلا لمحاربه الفساد؟ هذا راهو السؤال المطروح، لانه حسب الارقام اللي تم تداولها يقول لك أنه 60% من النواب في علاقة مع أوساط المال والأعمال. الكتاء هذا كبير ياسر برشا، مخطر لأنه يحيلنا إلى شبهات فساد. وفي الحقيقة معناها فما نواب نعرفهم بالاسم، ان فما الاخبار متواتره على اسماء بعيني. يا اما الاخبار حاجه والحقيقه حاجه، تنجم تكون صفر. الحقيقه شكون يظهرها؟ شكون يظهرها؟ يظهرها ساعه اولا عن طريق التزامهم بالقانون، يعني يصرحوا بممتلكاتهم نار اللي دخلوا. ثانيا معناها فما رقابة تصير، هيئات رقابية موجودة، النواب ذوما أن موكي يشري حاجة يسجلها في الوقت دفتر خانة وزارة المالية اشتعمل وزارة المالية اشتعمل يخيروا. احنا نصوروا في قانون من أين لك هذا؟ تقولش عليه قانون باش يفتح معناها حاجة، مش يفتح صقلية. هو ليه مش ليه؟ راهو القوانين الموجودة في البلاد كافية في على الأقل في حدها الأدنى كافية، مش باش أنه يولي واحد يعمل اللي يحبه حتى شيء. ما فما أن كليما دامبونيتي عند النواب تركز من وقت المجلس التأسيسي وتواصل مع مجلس نواب الشعب.